أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: مجموعة من الشباب ذهبوا إلى الحج في هذا العام لحج تطوع من غير تصاريح، فهل عملهم هذا جائز إذا كان نظام الدولة يمنعهم من هذا؟ وما الواجب عليهم؟ هذا ما هو بجائز، حجهم صحيح إن شاء الله، لكن يأثمون على مخالفة ولي الأمر، يأثمون، عليهم الاستغفار والتوبة وعدم العودة لمثل هذا. نعم.